تصريح لجورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع، رد على إشاعات اعتزاله وما قاله أبكى الجميع. جورج وسوف يوضح حقيقة اعتزاله، أبكى الجميع في أول تصريح له، وما يحضره لروح وديع مؤثر جداً. صدر عن مكتب سلطان الطرب جورج وسوف بياناً شكر فيه كل من وساه بوفاة ابنه الراحل وديع، ومعلناً إلغاء حفلاته القريبة. وجاء في البيان الذي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكر الفنان جورج وسوف كل من وساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر كانون الثاني وشباط نظراً للظروف التي يمر بها. وتابع البيان: بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية شباط، مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لم ينساها، وطالباً من الله أن يبعد هذه المصائب عن الجميع. ليها دمت وأحلى ما فينا، ليش خدرت الحب؟ هذا البيان كان كفيلاً بالرد على تساؤلات الجمهور حول اعتزال سلطان الطرب جورج وسوف بعد وفاة ابنه، لاسيما وأنه كان مقرباً جداً إليه. وكانت أوضحت مصادر خاصة للجديد حقيقة الخبر الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية عن نية سلطان الطرب جورج وسوف اعتزال الفن بعد وفاة ابنه وديع. وقالت المصادر أن سلطان الطرب يمر حالياً بحالة حزن شديدة، وفي حال قرار الاعتزال أو فكر في الموضوع فإنه سيعلن بنفسه عنه. وختمت المصادر حديثها للجديد بتمنياتها أن لا يقدم سلطان الطرب على هذه الخطوة. وكان جورج وسوف قد فجع بوفاة ابنه وديع في السادس من شهر يناير الجاري نتيجة إصابته بمضاعفات خطيرة عقب إجرائه عملية تكميم معدة أدت إلى نزيف حاد. وأقيمت جنازة وديع جورج وسوف في كنيسة نيقلاوس للروم الأرثوذكس الأشرفية في لبنان وسط حزن كبير سيطر على العائلة والأصدقاء وكل محبي سلطان الطرب.